السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بالمتتبعين. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي صحة جيدة إن شاء الله. اليوم غنشارك معكم الطريقة ديالي ديال الخبز الأبيض، ناجح 100% بدون محسنات أو أي إضافات. نتمنى أنه يعجبكم وتطبقوا الطريقة ديالي وتتبعوها للآخر. نبقوا مع المقادير إن شاء الله يا ربي. بالنسبة للمقادير، كنحتاجو لثلاثة زلايف ديال الفورص. أنا هاد الفورص اللي استعملت نون بلونشي، يعني الغير مبيض، وكنضيف له معلقة كبيرة د الخميرة د الخبز، ومعلقة د الملحة، ومعلقة ديال السكر سنيدة، واحد معلقة كبيرة ديال زيت الزيتون، وكنلمو بماء عادي بحرارة المطبخ. ما استعملش ماء دافي، ممكن تستعملوه. والعجينة تكون مرخوفة، ماشي مرخوفة بزاف، مهم شي شوية خفيفة. المهم نخليكم مع الفيديو تتبعوا المراحل. فكيف كتشوفوا العجينة ديالي مطلوقة شوية، ماشي خفيفة بزاف. مهم نغطيوها ونخليوها تخمر ويتضاعف الحجم ديالها. وهي كل ما خليناها خمرات، يعني هي بحال كتدلك راسها براسها، انتي ما تحتاجيش انك تدلكيها. من بعد كتلقيها ما شاء الله مطلوقة وغزالة كي كتبالكم دابا. ان شاء الله غندهن يدي بزويتة، ومن بعد نعملها كويورات صغارين ونشكلها خبيزات. وتابعوني وشوفوا المراحل في الفيديو. صدقوني هاد الخبز كيجي ما شاء الله غزال صراحة، احسن من خبز المخ. فكي كتشوفوا معايا، فانا كنحاول نشكل الخبيزات ديالي وكندخل فيهم الهواء بهذه الطريقه ملي كنبغي نجمعهم. بهذه الطريقه كيكون كيدخل لهم الهواء، ومني كيطيب كيبان لك الخبز مهوي من الداخل، فيه ديك الثقوب كبيره، داك الهواء من الداخل. وهذا هو السر النجاح ديال الخبز باش كيجيك ناجح. فان شاء الله غنكمل الخبيزات ديالي نشكلهم، وغندردر فوق الخبيزات ديالي شويه د الفورص ونخليهم يخمروا شويه. فالوقت ديال الخميره على حسب، الا كان الجو سخون وهذا فهي في ساعه كتخمر، اما الا كان الجو بارد فراه تقدر تاخذ معكم حتى نص ساعه. مي الحمد لله دابا الجو سخون في ساعة كيخمر. وتابعوا معايا المراحل الاخير ان شاء الله،
وفي اخر الفيديو فانا غنجاوب بزاف الاخوات اللي سولوني في الخاص ولا في الانستغرام ولا بعد التعليقات هكذايا، ان شاء الله غنجاوب على الاسئله ديالهم في اخر الفيديو. ما عليكم غير تتبعوا الفيديو الاخير وان شاء الله غنجاوبكم بخصوص الطاجين وبخصوص بزاف الاسئله ديالكم ان شاء الله يا رب. كتشوفوا معايا الخبز خرجته من الفران كيف كيجي، ما شاء الله غزال. نتمنى انكم تجربوه صراحه، كيجي غزال ما شاء الله. بالنسبه للسؤال ديال البنات، بزاف سولوني علاش الطاجين كيتشقق ليهم، كيترس ليهم فوق البوطه. يكون بزاف لاحظوا فيكم بان الطاجين ملي جيت كنحطو فوق البوطه ما حطيتش تحت منه شي حاجه، شي كي كنحطو دائما شي حاجه ديال الحديد، لان انا عندي البوطه ديال الضو وكنقصها لواحد الحد، يعني واحد الحد يعني ادنى حد، يعني البوطه ديال الغاز ما كتنقش لذاك الحد. يعني اللي عنده البوطه ديال الغاز ضروري انه غيدير الحديده من بين الطاجين والبوطه، ضروري باش كتحاول تقل داك السخونيه ديال الغاز. وسؤال ثاني، وكذلك اسباب ديال التشقق ديال الطاجين هي مني مثلا ملي كنطفيو عليه البوطه وكنهزوه وكنبغيو نحطوه فوق البوطاجي، كنجيو كنحطوه فوق البوطاجي ديريكت، لا هذا ضروري ما غيتهرس لكم، ضروري ما غيتشق. كيف قلت لكم في الفيديو ضروري انك تحط شي حاجه ديال الثوب ولا ديال الدوم ولا خشب وعاد تحط فوق منها الطاجين، حيت البارد والسخون راه كيترتق 100%. وسؤال اخر، قالوا لي منين شريت الطاجين، فانا هذا الطاجين شريته هادي عام والزياده، جبته معايا من المغرب ملي كنت ديك العام في المغرب جبته معايا. ايوا عاد كتاب له نصاوبو معاكم. اما هنايا في كندا فكيتباعو موجودين ما شاء الله، غير هما شي شويه زايدين. هنايا انا شريته من المغرب 30 درهم ولا 40 درهم، وهنايا راه غتشريه 300 درهم ولا، يعني كاين الفرق. وانا غدا المغرب لاش ما نجيب شي طاجين خاصني، ماشي خاصني، عندي الطاجين ديالي ما شاء الله باقي كنطيب، غير هذاك جبته شويه كبيبر، زعما سبحان الله شي حد يجي وتبغي تعملي ليه طاجين ولا شي حاجه بحال هكا. هاد الشيء اللي كاين الاخوات. وبالنسبه للبلايص فين هنايا فين كيتباع، فهو موجود عند العرب، اي محل العرب فغتلقاو عنده طواجن، بحال انا في موريال موجودين ما شاء الله، بحال محل اميره، بحال بزاف المحلات. وبالنسبه لواحد السؤال اللي صراحه ضحكني، قالوا لي التصوير ديالك زوين، ويعني كيفاش كتصوري وزعما شنو الوسائل اللي كتستعملي باش كتصوري. والله انا عجبني الحال فاش قالوا لي راه كنصور مزيان، لانني انا عارفه التصوير ديالي زعما على قد الحال، والتليفون عندي
كان صور غير بالتليفون على قد الحال وتخيبي صافي. هاد الجوج اللي عندي وعجبني الحال اللي قالوا لي كي تصور ديالك زوين. شكرا لله خطيكم. احنا عاد كنتعلموا والله. ايوا نتمنى نكون فدتكم بهاد هاد النصائح البسيطه، والخبز ديالي يكون عجبكم، ونتمنى انكم تدعموني وما تنسونيش من اللايك. والسلام عليكم.